وعملكم الشرير الذي تتنكسوا بها
تعدو الأمراض المشتتين ويفكر في البطن. الأمر يسبقك في مفرق العدو تدمع عيناك وإن وجد فرصة لا يدمع من دمك. إن حقك شر وجدته قريبا منك ويوهمك الناس يعينك. هو سيعطيك مرارة وحرك رأسه يضرب بهديه ويتأسف جدا ويعكس وجهه. من يلمس الأرض يتلوث به ومن يمشي مع المتكبر يتجرد. صلاة الساعة السادسة من يوم الخميس الكريم لا بصر.
المسيح قدس